السلام الله عليكم، اهلا وسهلا بكم اعزائي اعزائي اوفياء تيليماروك في كل مكان في حلقه جديده من برنامجكم جليسه رياضيه. وكما عودناكم لقاء حواري فيه نقاش فيه سجال وفيه تداول في مجموعه من القضايا التي تشغل بال الجمهور الرياضي وجمهور كره القدم. على الخصوص في حلقه اليوم سنتوقف عند ثلاث محطات. المحطة الأولى المدربون المؤقتون أو المؤقت الدائم حالة يوسفية برشيد وسريع وتزم. في المحطة الثانية سنتوقف عند أزمة فرق الهواة، أندية تهدد بالاعتذار وأخرى ترفع الراية البيضاء. ونختم بتدوينة مثيرة للجدل لمناقشة هذه المواضيع معي في بلاطو تيليماروك ضيفان لهم ارتباط بالهواة وارتباط أيضا بسريع وتزم. باسمكم جميعا كنشكر على تلبية دعوة البرنامج. مرحبا بك سي سعيد قسمي الصحفي بمحطة MFM والعارف بالشأن سريع وتزم. تحية لك سي عزان وتحية لمشاهدي قناة تيليماروك. معنا لأول مرة في بلاطو تيليماروك مختار السلامي من مدينة سطات، الكاتب العام لفريق النسمة السطاتية والكاتب العام أيضا لعصبة الوليدة عصبة دكالة الشاوية. شكرا سي حسان وتحية لك وتحية لجميع المشاهدين تيليماروك. البداية بالمحور، محور خاص بالمدربين، مدربون مؤقتون حالة سريع وتزم ويوسفية برشيد. سي سعيد سريع وتزم على غير العادة، انطلاقة ماشي هي هذيك، ما عندوش ملعب حتى أيضا حتى التدريب باش نعطيو ليه كل دي حق حقه. مرة في كل مرة كتقلب على ملعب فين تريني، مرة في بجال، مرة في تادلا، مرة في الغابة، مرة في خريبكا. الأزمة ديال سريع وتزم شنو هو الأسباب ديالها من غير هذا الجانب ديال الملعب؟ واسمح سي حسان، مسألة تغيير جل يعني جلد الفريق منذ مع بداية الموسم، لأن أسباب موضوعية، لأن كما تعرف سي حسان بأن اللاعبين اللي كانوا ذاك الموسم يعني العقد ديالهم انتهت، وذوك اللاعبين كانوا تقريبا هما العمود الفقري ديال سريع وتزم، وكانوا داروا بواحد المستوى جيد الموسم الماضي، يعني الصومة ديالهم طلعات وسريع وتزم ما قداتش جدد العقود ديالهم. لك تعرف لك السقف ديال سريع وتزم عندهم واحد السقف محدد ما يقدرش يزيد فوق ما يقدرش يزيد فوق، وذوك اللعيبه هربوا بزاف، اذا غادروا الفريق سريع وتزم كان مضطر باش يجلب لاعبين جدد، ومع جلب اللاعبين الجدد صعيب باش يعني باش تعرف المستوى، كنعرفوا المستوى ديالهم، ولكن واش غادي يكونوا يدخلوا في التوليفه ديال سريع وتزم؟ غادي يكونوا في المستوى ولا ما غايكونوش في المستوى؟ هاد ثاني حاجه، كان تحضير الموسم كان التحضيرات كانت بدات في الجديده، كتعرف السي حسن ملي بداو في الجديده مع الاطار الوطني بداك تعاقدوا مع فرتوت، مع فرتوت مع يوسف، بدات التحضيرات بالجديده ياك تربوش جديده. هنا مع بدايه الموسم كان قرب يبدا الموسم جائحه ديال كوفيد، يعني سريع وتزم تصابوا بها 16 لاعب، اذا كتعرف جائحه الكوفيد 16 لاعب تخصم واحد 10 ايام حتى 15 يوم باش ترجع وتشوف وتشوف. اذا هاد اللاعبين حتى هما ما بداوش مع انطلاق الموسم، مع بدايه الموسم، اذا بدات المقابله الاولى الثانيه النتائج شويه بدات ما كانت في المستوى. هنا بدا شويه ديال تقول الثقه كيفقدوا هاد اللاعبين اللي ما يلا بداو مع سريع وتزم، دون اغفال الجانب التقني حتى هو راه زعما والدور الطاقم التقني. وحنا غادي نرجعوا، خلينا نمشوا عند مختار قبل ما نسولوك على هذا الجانب ديال المؤقت والدائم في التدريب. كنهنيو من خلالكم المكونات ديال العصبه، عصبه الشاويه دكالة. كانت واحد الحرب، معركه كانت في الاستقطاب، هادو معايا هادو ضدي بين بالقشور والرئيس عبد الرحيم، انت في اللائحه ديال عبد الرحيم. واش هاد العصبه غادي تغير شي حاجه ولا غتبقى دار لقمان على حالها؟ شكرا سي حسن. كان في البدايه هاد العصبه هو مولود جديد، ماشي داخل الاستراتيجيه ديال اصلاح كره القدم اللي تبناته الجامعه. اللي كنتمناو صراحة ان هاد العصبة راه من خلال التموقع ديالها عندها واحد الموقع استراتيجي، يعني كتضم خمسة الاقاليم اللي هما سطات
جديده برشيد بن سليمان وسيدي بن نور، وكان وقع توافق ما بين السي عبد الرحيم مقتريد والسي عبد السلام بن القشور، وقعت يعني في الجمع العام داز عادي، ما كانش فيه شي سميتو لانه كان توافق. كانت لائحه وحده، كانت لائحه وحده، كانت ذات شي لائحه اخرى. كانوا هما جوج لوائح في الاول ديال السي عبد السلام والسي لا لا في الجمع العام دخلوا، لا الجمع العام كانت لائحه وحده، ولكن كانوا بقاو شي وحدين داروا المعارضه. لا لا يعني الجمع العام داز عادي جدا، يعني ما كانش فيه كاع شي شي حاجه، يعني داز بشكل عادي جدا. والان حنا دابا بصدد اننا غنديروا اول لقاء ان شاء الله يوم الجمعه ما بين يعني المكتب المديري من خلاله، لان كاين برنامج اللي صدروا السيد الرئيس ديال الاصوات الشاويه دكاله، اللي كنطمحوا من خلاله اننا نرقيوا بالمستوى ديال الكره في هاد المناطق هذه. و يعني كاين خزان ديال الطاقات واللاعبين في هاد المنطقه، وكنتمنوا اننا نوصلوا على الاقل واحد النسبه من النجاح ديال هاد البرنامج اللي سطروا السيد الرئيس ان شاء الله. وبالنسبه نرجعوا للموضوع الرئيسي، اللي هو هاد البدايه المتعثره سريع وزم. سريع وزم كان معكم في العصبه الاولى، دابا انتم خرجت في تادلة، وكان صعيب ان واحد من الدروه يمشي يلعب في الزلال، هذه راه ديبلاسمون وحده راه. قلت لك شنو رايك في هذا المدرب المؤقت الدائم؟ كان جي مدرب مؤقت وكيولي دائم. هاد القضيه يعني كانت كاينه في بزاف الفرق، كاين بعض المدربين اللي كانوا مؤقتين والان ولا اسم ديالهم كبر. يعني وكان امثله كثيره، لان دازوا مدربين اللي كانوا مؤقتين، كانوا ديزادجوان كما نقولوا. يعني وكيبقاو هذا المدرب اغلبيه الفرق كيكون عندهم هذا المدرب، يعني دائما هو اللي كيسدوا به تغرى الوقت اللي كينفصلوا على المدرب، كيبقى هذا المدرب هو اللي يعني كيساير هذا، وفي واحد الوقت كيولي دائم. يعني الا مشات مع النتائج انا كيظهر لي راه مزيان، مزيان يبقى، مزيان يبقى حتى ماديا، مزيان يبقى. هذا اللي كاين. بالنسبه علاش تعطلات سريع الركوز باش نجيب مدرب؟ حسن، هذا هو السؤال المطروح في جل يعني مدينه واتسون، يعني الجمهور حير لحد الان، لماذا فريق سريع واتسون تعطل باش يوجد يعني المدرب الاطار الكفء اللي يجي يعني يخوض سفينه فريق سريع واتسون؟ كيقولوا بان عناوا مع المدرب المغربي، كيفكروا في مدرب اجنبي، التجربه ديال المدرب التونسي، التجربه ديال المدرب المصري بقى دائما حاضره عند المسؤولين ديال سريع واتسون، لهذا طلع لهم الدم من المدرب المغربي. واش هذه بصح ولا؟ واكيد هذو هي الفكره اللي كتسود دابا في مدينه واتسون، خاصه عند المكتب المسير، تيقولوا بان انا مع المكتب يعني الاطار الوطني ما نجحش في واتسون، ونجح طارق مصطفى المصري، نجح منير شبيه مع التونسي اللي مشى لاكادير وتا هو استاور استقل، يعني اقاله من المكتب المسير الحسن تيادير. اذا سريع واتسون قال ناخذ وقتنا يشوفوا اطار كفء، يعني يكون اجنبي، لا من مصر ولا من تونس ولا لما فرنسي او بلجيكي، ربما تي خاد وقت، ولكن هناك حيره على الجمهور الوزن لان كيتعطلوا. حسن، لان انا مع احترامي المدرب مؤقت السيب الكبير الاطار الوطني، ولكن وزن خصهم يسرعوا، المكتب خصو يسرع باش ربما يوجد هذاك المدرب المناسب ليوضع سريع وزن في السكه الصحيحه، لان راه الوقت كيضيع، راه بقات 21 مقابله باقا ملعوبه، 63 تقريبا 21 مقابله. نعم ما تنساش راه جوج غيلعبوا باراج وجوج غيطيحوا، راه هنا فين كاين الصعوبه. راه هنا كاين الصعوبه ديال المقابلات، راه مع بدايه يعني مقابله الاياب راه ما كاينش، كاع المقابلات غيتعتبروا مقابله السد. اذا وزن المكتب ضروري ضروري باش يوجد يعني واحد الاطار يعني عنده كاريزما، لان وزن هذوك اللاعبين اللي كاين دابا في وزن خصو مدرب كاريزما باش تكون ديباط، باش تكون الفرقه توليفه تكون في المستوى ويكون ديباط ويعني ويوضع سريع واتسون في السكه الصحيحه. طيب قسمي، وصلنا الان للمحطه الثانيه في جلسه رياضيه، سنتوقف هذه المره عند معاناه انديه الهوات. اغلب الانديه تعيش تحت خط الفقر. انا غنمشي عندك مختار، حنا كنشوفوا يعني البطوله فرق تهدد، فرق ما بغاش تجي، فرق قالت لك اسيدي ما بقاش نلعب انا ما عنديش فلوس، جات كوفيد،
الجماعات اغلب الجماعات المحليه حولات هذوك الاعتمادات اللي كانت كتخص الجمعيات حولاتها الكوفيد ولات الضائقه الماليه، المتضررون هما الفرق ديال الهوات. اكيد هاد الجائحه اللي جات يعني مست بشكل كبير هاد الجانب الرياضي وخصوص كره القدم، واخص بالذكر فرق الهوات اللي كتعاني ومازال كتعاني. والمشكل هو انه فرق اللي يعني كانت كتلعب الادوار الطلائعيه الان كتهدد، وكاين فرق اللي داروا اعتذارات كاع يعني على بعض المقابلات، وفرق اخرى اللي جايه في الطريق. يعني الان اللي كنطلبوا هو هاد الناس المسؤولين على الشان المحلي يحاولوا يلقاو حلول، لانه الرياضه راه يعني واحد كما نقولوا راه قاطره التنميه، يعني خاص البطوله خصها تكمل، وخاص هاد الفرق واحد الالتفاته، لانه فرق الهوات راه لولا المنح ديال الجامعه راه ما يمكنش غادي يدوروا هاد الفرق الهوات. هذا هو اللي بغيت نسولك، لان الناس ديال الجامعه كيقول لك الناس ديال الهوات كيعولوا على رئيس العصبه ديال الهوات باش يدخل عند القجع باش يحلوا ذاك الروبيني ديال الدعم. الجامعه بلي كتكلم معاهم كيقول لك لا يعقل ان فريق في الهوات كيعول يجيري غير الفلوس اللي كيجيو من الجامعه، ما كيزيد هو تريال من عنده. كتعطيه الجامعه عطاته 30 مليون راه كيسير بديك 30 مليون، كيقول لك خاص هذا الرئيس الدور ديالو يقلب على موارد اخرى. هو بالفعل خاص فروق خاصها تجتهد، خاص يجتهد يقلبوا على موارد. ولكن كاين مع الاسف كاين بعض المسؤولين على الانديه، لان ما بقى عندهم ما يعطيوا الانديه. انا في نظري يعني في العوض الانسان يبقى حياته كلها هو كيعاني في فريق، يعني يحط سوارته ويخلي ناس اخرين يتكلفوا، لانه ما يمكنش. دابا الرياضه راه يعني راه استثمار، راه الانسان الا ما عندوش برنامج وما عندوش واحد البرنامج قوي وما عندوش اللي يساندو، راه ما يمكنش يساير البطولات ولا هذا. عندك شي اضافه؟ يمكن انا كنضيف انا الفكره ديال الاستاذ مختار. خصنا يعني اللي ما هاد الهوات علاش ما نعطيهاش الفرصه نعطيوها للشباب؟ هاد الشباب راه كاين شباب اللي عندهم دبلومات في الماركتين في التسيير في التدبير. تشبيه بعدا اللاعبين، تشبيه باللاعبين. اللاعب ملي كيولي فريق ديال في الهوات كيلعب باللعابه كبار فلاش، راه هو ريزيرفوار، راه هو الخزان خصها تستافد منه فرق اخرى. اكيد. اذا التشبيه خصنا الهوات حنا ناخذوه بحال التكوين. التكوين القسم الثاني الاحترافي والقسم الاول الاحترافي. اذا واخا نكونوا وكما قلتي خصنا نعرفوا كيفاش نجلبوا الموارد الماليه بالاشهار بالسبونسورين. هذا هو دابا خصنا نديروا قدام. راك انا مول الشكاره يجلس 15 عام 20 عام ما بقاش مول الشكاره اكيد ما بقاش عندك حق. كاين واحد القضيه اخرى تفضل. حتى واحد النقطه اضافه اللي قال سي استاذ قسمي بالنسبه يعني المصاريف ديال الفريق، هناك فرق اللي كتعتمد بشكل كبير على لاعبين مجربين. هاد اللاعبين المجربين راه هما يعني كيستنزفوا البريمير ديفيزيون، دازوا في كيستنزفوا الميزانيه ديال الفرق ديال الهوات. والهوات انا في نظري الخاص هو راه يعني واحد المحطه ديال التكوين. الا كانوا عندي انا لاعبين صغار السن 18 عام حتى 20 يعني 22 عام، راه ما غيكلفوش الفريق بشكل كبير. الا انت لاعب اللي يعني سلا الكره في البرو وهبط عندك انت، راه هبط بذاك العقل العقليه ديال المحترف. يعني خصك ليه مصاري البطوله يقدر يخسر لك الجروب. لا ما يمكنش شي الجروب ما كاين هذا الشيء. غير هو كاين بعض المناطق راه كيصعب عليهم انهم يديروا التكوين، لانهم حتى يعني اللاعبين يعني قلال. كيقول لك انا ما لقيتش لعابه في هذه المناطق هنايا باش نبقى نسير انا البطوله. وكتلقى لاحظتي راه كاين بعض الفرق اللي بعاد على المحور ديال الدار البيضاء الرباط، راهم كيعانيو هما اللي كتلقاهم اكثر يعني الميزانيه ديالهم اكثر من الفرق الاخرى، لانه باش يمشي لعاب المدينه اللي كتبعد على العاصمه الاقتصاديه بواحد 300 كيلومتر ولا كذا، راه كيكلف الفرق شيء كثير. وبالتالي كاين فرق اللي هنا في هذا المحور هذا راه كيعانيو، يعني كما قلتي راه يلاه كيكتفيوا بالمنحه الجامعه. كاين واحد التحول في الهيكله العام الجاي بالنسبه للقسم الثاني هوات غيطيحوا. كاين مقترح دابا مازال حتى يدوز الجمع العام ديال الجامعه. وهذا المقترح راه هو اللي خلى هذا العام يعني المستوى ديال الهوات رغم ضعف الامكانيات، راه المستوى راه يعني ما كاينش شي فريق الان اللي منزل يده.
يعني كل واحد كيطمح انه يكون مع ديك الكوكبه اللي غادي اللي غادي يطلع او على الاقل سمعت غيحيدوا هذاك كاين مقترح هو ماشي غيحيدوا يعني غادي يكون كيقولوا انا غادي يكون بالنسبه للقسم الوطني غادي يكون فيه جوج الاشطر هذا غير مقترح لان مازال ما تصادقش عليه واش غادي يتصادق عليه ولا ما يتصادقش عليه مازال ما عرفناش صراحه اي حاجه كتحط ما كيتصادقوا عليها راه كانوا كيقولوا داك الشيء ديال الباراج ديال البريمير ديفيزيون قال لك لا غير مقترح بلي دخلت تما الفران تصادقوا عليه سي حسن ما نسول سي مختار واش القانون ديال اللاعب ديال الهوات اللي غيضمن الحقوق ديالو واش تفعل بدا في هذا الموسم دابا دار بقاش هذاك الشيء سان كلا لا دابا دار عقد ديال الهوات عقد الهوات فيه كتحدد فيه يعني الصالير ديال اللعاب وهذا كيدوز ليه دابا الصالير ديال اللعاب كيدوز ليه كيدوز ليه عادي اذا انتم كمكتب موسيقي تهنيتوا من اللعاب كيطالب باقي ما داش ليه الصالير حنا صراحه ما عمر كان عندنا انا كان لا فرق الهوات انا كنتكلم بصفه عامه فرق الهوات فرق الهوات دابا كل فريق وكيفاش كيجيري الفرقه ديالو يعني المهم اغلبيه الفرق ما كاينش هذا المشكل ولكن راه كاين الناس اللي كيبقاو كيتسالوا فهمتي لان ملي كتحط انت واحد الميزانيه اللي اكثر من الموارد ديالك راه هنا فين كيوقع المشكل هذا هو اللي قلت لك علاش الانسان يجاري بداك الشيء اللي عنده ويحاول حتى لو ما لقى شيء يعني انا في نظري انا علاش غادي نبقى انا في واحد الفرقه وكنعاني انا والفرقه نخلي الناس تكلف ونمشي مشي في حالي هذا هو اللي كاين ولا بدا ما خصنا ما نساوش السي حسن راه العصبه راه خدامه راه يعني ما بقاوش عندنا تاجيلات بزاف لان الملاعب ولات مشوسبه كذلك العصبه راه نجحات الموسم الماضي باش تكمل البطوله في هذيك في ظل الجائحه 107 الفريق كاين اللي كيقول لك هذاك التكميله ديال البطوله راه كانت ضرر على الفرق لان عاودوا صرفوا فيها ثاني فلوس كثيره عطات الجامعه عطات منحه اضافيه للفرق باش كملوا وصراحه هذه نقطه اللي قال الاستاذ يعني تشكر العصبه الوطنيه لكره القدم هوات يعني لا من ناحيه البرمجه ولا هذا كاين غير الشطر اللي فيه احنا دابا كانوا مقابلات مؤجله ديال امل الفتح الرباطي بسبب مشاركه لاعبين في منتخب ديال اقل من 20 سنه الان راه غادي تاجلت الدوره 15 الى حين اجراء جميع المقابلات المؤجله واخا كيفاش داير الوضع انتم في السطات نهضه السطاتيه النسمه كاين الاسود اسود الشاويه ديال راغي خالد راغي معكم في المكتب ديال العصبه خالد راغي معنا كان معنا في المكتب ديال تادله والان معنا في المكتب شنو المصيب ديالو في المكتب خالد راغب ربما غادي يكون نائب رئيس في كان نائب رئيس غادي يكون نائب رئيس هو اضافه خالد راغب معروف على الساحه الوطنيه وهذا يعني كان عنده الفريق ديالو ديال اسود شاويه وكان النهضه الصوتيه اللي كتلعب في القسم الشمال الغربي في القسم الثاني هوات والنسمه اللي كتلعب في القسم الوطني الاول هوات يعني احنا هاد الفرق كلها كتعاني من يعني من شح الموارد خصوص يعني المنحة ديال المجلس البلدي احنا مازال الان ما عرفنا واش غادي تكون ولا ما غتكونش يعني بالنسبه لنا شحال كانوا كيعطيوكم احنا النسمه بحكم انها كتلعب في القسم الاول هو كيعطيونا 200 الف درهم النهضه 150 الف درهم 16 مليون واسود الشاويه 70 الف درهم على حساب البلاصمون شي ما كافيش لا ما بطبيعه الحال ما كافيش لانه راه كتنافس مع فروق اللي يعني كتلقى كاين اللي عندهم 800000 درهم مليون درهم 600000 درهم ومع ذلك الحمد لله حنا كان كل هاد الفروق كتناضل من اجل البقاء وبعتوا شي لعابه للفرق ديال القسم هاد صراحه حنا يلاه بدينا في هذا انا هذا هو الهدف ديالنا هو التكوين لان ما عندكش منين تجلب موارد ولا هذا يعني خصك دير تكوين وتحاول انك تلعب ولاد المدرسه ديالك كما قلت لك قبيله راه كيطلعوا لك فابور في اخر المطاف كتلقى ربحتي لعابه ديالك وان جاب الله بعض اللعابه اللي وصلوا لواحد المستوى عالي راه يمكن الله يسهل عليك هذا اللي كاين طيب وصلنا الان المحطه الثالثه والاخيره في جليسه رياضيه كالعاده تدوينه مثيره للجدل سي جسمي تدوينه من واتزم دائما واتزم كاين مدرب كيتكلم سي مختار على التكوين مدرب اللي كاين دابا اللي هو بالكبير كنعرفوا هو التخصص ديالو التكوين يعني كان في لا فيدراسيون في التكوين في المديريه ديال التكوين
الان هو واخد زمام الامور. واش الفرقه في هذه الظرفيه اللي خصها مكون في هذه الظرفيه؟ ما يمكنش ما يمكنش في هذه الظرف سريع وازم خصها كما ذكرت خصها اطار يعني مدرب كفء عنده كاريزما لان باش يخرج سريع وازم هذه النتائج السلبيه. لان تصور حسن وانت راك عارف راك عندك احتكاك بالجمهور ديال مدينه وادزم، راك الجمهور ديال وادزم راك يعشق كره القدم كيتنفسها. هنا في التدوينه كيقول صحيفه نادي سريع وادزم الكل ينافس من اجل البقاء بالقسم الاول، لهذا بدون اللاعب ديالك بالنار التعاقد مع مدرب مجرب مطلب ملح ومن غيره لا قدر الله سنغادر القسم الأول وسيصبح السريع مثل كثير من الأندية العريقة لها تاريخ كبير غارقة بأقسام الهوات. هذا صيفط من البريمير ديفيزيون للهوات، نقص كاع نقص دوزيام نقص بها كل شيء. الجمهور متخوف ديال مدينة وادزم متخوف بزاف، متخوف مشروع من حقه غير هذا. دابا الناس ديال وادزم السي حسن راهم كيطلبوا خص يكون على الاقل يخرج واحد المخاطب للفريق يتكلم ويتكلم ويشرح للناس ديالو يهنيهم شويه ويقول لهم ها اللي كاينه الاستراتيجيه. شكون الناطق الرسمي ديال باسم؟ شكون الناطق الرسمي باسم الفريق؟ شكون؟ ما كاينش الساعه ما كاينش، هما كيتمناو يخرج الرئيس يخرج السنوار. انا كنعرفوا راجل ديال الحوار يخرج ويهضر مع الناس ما يقول لهم اطبع لهم شنو هي الاستراتيجيه اللي غادي ياخذها سريع وادزم مستقبلا. انا شنو هو المدرب اللي جاي باش يطمئنوا الجمهور تاعهم؟ راه مخيفين، راه تصورش واحد الخوف على سريع وادزم على الجمهور ديال سريع وادزم. عندك شي ملاحظه على المطلب ديال مطلب مدرب يكون ماشي مدرب ديال التكوين، يكون مدرب ديال الميدان ديال النتائج ديال كاين فرق؟ هو على حساب الوضع اللي فيه الفريق الان. انا كنعرف الناس واتزام والنضال اللي ناضلت واتزام يعني ما كرهش انا يكونوا اون باراليل، يعني الا كان مساله التكوين تكون غادي اون باراليل مع المدرب لانه الفريق خصو يبقى في القسم الوطني الاول. وهذه المساله راه ما يمكنش تجمع في مدرب يعني يكون فورماتور وهذا يعني قليل فين كتكون يعني حتى النتائج حتى الجمهور ما كيصبرش على مدرب يعني رايته ما يوجدوا هاد الوليدات وكذا يعني النتائج ما كترحمش. لهذا خاص يكون مدرب اللي يشد بالفريق على الاقل يعني يبقى في القسم الوطني الاول وبموازاة مع ذلك يكون التكوين، لان التكوين راه رغم ما يقال عنه راه ماشي مكلف حتى لديك الدرجه. غير المشكل ديال وادزم هو مشكل ديال البنيه التحتيه. البنيه التحتيه حسن الملعب راك عارف المدينه كلها فيها ملعب واحد الملعب هو مسدود شنو غتلعب؟ ودابا راه دابا تنقولوا حنا لي كاتيجوري مينيم والكادي والجونيور كيمشيو يدربوا دابا في واحد الملعب في تماك في واحد الحي سميتو المسيره كاين ملعب تماك الأضرية مطربة كيدير التدريب. وهذا فرق قسم وطني الأول خص الناس المسؤولين اللي تشادين الرياضة تماك كيصارعوا على الشعر الرياضي خصهم يفكروا بملعب. خص وادزم راه تيفكروا دابا باش يديروا واحد المركز ديال التكوين، ولكن حتى الجامعة ما تساعد سريع الفريق وركوز فريق عريق راه التأسيس ديالو 26 1926 1926 ما عندوش ملعب ما عندوش ملعب أقدم فرق فرق. وهذاك الملعب راك عرفتي كيف شكون اللي خلاه تماك السي عسان راه خلاه واحد المركز ديال الرياضه تماك كانوا خلاو المسبح لابيسين خلاو كرة السلة كرة اليد كرة القدم التنس كان مجموع تماك اللاك الحديقة باش يا سلام. ولكن نتمناو الناس المسؤولين تماك على الشأن الكروي والرياضي تماك يفكروا ويكون واحد المركز تماك التكوين للشباب ديال وادزم حيت المنطقة راه فيها الرياضة لو فيها لارناك. اش فيها؟ لارناك. هذيك حاجة أخرى خليها من بعد هذاك. هذاك موضوع أخر. حتى ما قالوش حتى المدرب ديال المنتخب المغربي. ما قالوش أكيد ما قالوش. ولكن هذاك شاش داروا السي حسن خسارة واش داروا؟ قلة كيما يدار كاين الشغل الشباب ما كاين ما يدار لا ما لعبش الرياضة راه غيمشي إذا خص الناس يفكروا يديروا شي حاجة ديال الرياضة. قد ما داروا الرياضة غيقلوا من الظاهرة. غادي يقلوا من الظاهرة أكيد أسي. أكيد لأن راك أنت تما رئيس فرع ديال 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 جيدو جيدو تما وانت عارف بان الاهميه ديال الرياضه تما ديال الرياضه. الباسكيت كان طلع وما عرفت فين هو كاين دابا كاين دابا النساء كاين الفريق ديال النساء فريق النساء للاسف وداك الشيء اللي فكرني خلاني نفكر باش نمشيو تماك وناخذوا جيدو ونديروا الشباب تماك حتى هو نديروا الرياضه ديال جيدو. ونتمناو جميعا اي واد زامي عنده شي فكره وعنده شي منصب يقدر يدير به شي رياضه تماك ويدخل ياخذ شي نوع من الرياضات
يجي تماك المنطقه قوي استثمر تماك في الرياضه. هذا ما نتمناه سعيد، نتمنى نعاود نشوفوك معنا هنا بلاطو تي الماروك وتكون سريع وتظن في احسن الاحوال. نتمنى سي حسن. شكرا وشكرا سي مختار. شكرا لك سي مختار، شرفتينا لاول مره. شكرا استاذ، وانا شرف لي انني ندوز معكم في هذا البرنامج جلسه رياضيه، وكنتمنى لجميع الفرق. النسمه راه كانت عندنا في الدار البيضاء. نعم النسمه البيضاويه. النسمه البيضاويه. النسمه والحسين. حسين. عطات رشيد العرقوب، عطات الحاج، عطات وداد، عطات مجموعه ديال الاسماء. نتمنى النسمه تستاد حتى هي. عطات مجموعه من اللعابه، وكانت كتلعب هنا في الملعب ديال استاد فيليب. استاد فيليب. وبهذا وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم من برنامجكم جليسه رياضيه، نتلقى معكم في حلقه قادمه مع ضيوف اخرين ومواضيع اخرى. الى ذلك الحين لكم مني ومن طاقم البرنامج طيب المنى، الى اللقاء.